احنا بنعمل مسلسل عصري حديث. الاستاذ هشام هلال كاتب ومؤلف المسلسل بتاعه، بصراحه عمل هنا عمل رائع، عمل في منتهى الروعه، لانه عمل عصري جدا، سريع جدا، ذكي جدا، وبيتكلم على حاجات مهمه جدا 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 بتحصل في حياتنا في الايام دي. فاحنا نفسنا كممثلين حاسين ان احنا مشدودين جدا للورق، مشدودين جدا للاحداث، لانه احداث تهمنا كلنا. تمام، هو المماليك بشكل عام في جزء استعباد او عبيد لحاجه معينه او كده، ولا الموضوع ازاي برضو؟ ما انا مش هعدي الحته دي. لا بص، المماليك انا حاسبها للناس تفهمها زي ما هم عايزين. بس انا متاكد ان الاستاذ هشام هلال حاط لهم طرح مهم جدا جدا للفظ المماليك. حط تحتيه 20 خط. المماليك مين؟ مماليك.